السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه. أرحب بكم من جديد، من معكم سيف. أصدقائي، ماذا لو نزعنا الذكر بعد وضع الأنثى للبيض، وبعد أيام من الحضن وفقس الفراخ تصبح في عمرها 14 يوم أو 15 يوم، فتبدأ الأنثى ببناء عش آخر أو تنادي الذكر، وممكن أن تضع بيض فارغ. إذن ما هو المشكل وما هو الحل؟ في الأول، المربي هو من أخطأ، يعني أخطأ عندما نزع الذكر عن الأنثى، وفي كلتا الحالات يعني الفراخ ستكون في خطر. لما ترجع الذكر بعد أن ترى الأنثى بدأت في بناء العش أو أنهت بناء العش، فالفراخ ستكون في خطر، ممكن الذكر سيقتل الفراخ. وكذلك إذا لم تدخل الذكر، ستضع الأنثى بيض فارغ وتتوقف عن إطعام الفراخ، فكذلك هذا خطأ. إذن كما قلنا أصدقائي، الخطأ في الأول كان من المربي عندما نزع الذكر، لذا لا تفعلوا هذا الشيء. يعني أنا أرى الأسئلة كثيرة عن هذا الموضوع، يعني الكثير من المربين قاموا بنزع الذكر والآن يسألوا، يعني يقول لك رأى عندي الفراخ في عمرها 14 يوم والأنثى تبحث عن الذكر وتريد التزاوج، ماذا أفعل؟ هل أدخل الذكر أم لا؟ في هذه الحالة إذا أخطأت في الأول، إن شاء الله تدارك خطأ تاعك المرة المقبلة أو السنة المقبلة إن شاء الله لحينا ربي، لكن الآن لا تدخل الذكر، يعني سوف يقوم بقتل الفراخ. لماذا؟ كان يقولك الفراخ نتاعه، الذكر ما يعرفش الفراخ نتاعه، بما أنه ما شافهاش كي فقست وما ساعدش الأنثى الأنثى كي كان تطعم في الفراخ مي كانوا صغار، الذكر هنا ما يعرفش الفراخ تاعه، سيقوم بقتلها. يعني هذه هي المؤكدة، يعني المؤكدة. وإذا كان ذكر حنين ما يقتلش الفراخ فلن يطعمها، سيتزوج مع الأنثى وتقوم هي بوضع البيض، وكاين نسبة كبيرة من الإناث لن تطعم الفراخ، كاين قليل وين تلقى أنثى حاضنة على البيض وتنوض تطعم الفراخ تاعها، يعني ستضع الفراخ في خطر. إذن ما هو الحل؟ الحل لا تقدم العش للأنثى، يعني لا تقدم مواد التحشيش للأنثى، أنثى لن تكون عنقود البيض وتبقى توكل في الفراخ بعد عليها الذكر، إن شاء الله تطفطهم وعاود دخلوا وشكرا.